عدو الله مثل اليمن بعين عرب بالحسكة بالدربيسية يمشي دم الناس. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. باسم شعب رجعفة من شمال شرق سوريا، ها هو التاريخ يعيد نفسه. من قرأ التاريخ بشكل جيد يعرف من هو الخير ومن هو الشر، يعرف من الذي يدافع ومن هو الغازي. سندافع عن أرضنا. ها هو اليوم الذي يثبت لجميع الناس من يتشدق بالوطنية ومفهوم الأمة الديمقراطية سوف يظهر اليوم. نحن جئنا إلى أراضينا وسوف نبقى في أراضينا. المعتدي يريد أن يغزونا، لكن هيهات 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 هيهات. نحن نفيق، نحن نمرض لكن لن نموت يا أردوغان، نحن نمرض لكن لن نموت يا أردوغان. هنا ليست فلسطين، اوعوا هذا الكلام. نحن هنا شعب الشمال السوري نقول لا لكل محتل ولا لكل مرتزق، نحن شعب واحد، شعب واحد بكامل مكوناته واطيافه، عربا وكردا وسريانا واشور. نحن ابناء الشمال السوري، عاشت سوريا حره وعاش الشمال السوري حر. لا لمرتزقه الحر، لا لمرتزقه الجيش الحر. هنا ليس طريق فلسطين ايها الجبناء. يشدون على يد الحكومة التركية من أبنائنا السوريين أن يعودوا إلى ضمائرهم وأن يقفوا وقفة صمت مع أنفسهم. هل جاءونا وقالوا نحن نريد اليوم أن نرجع إلى بيوتنا وأرضنا وبلادنا؟ وقلنا لا. نحن اليوم جميعنا مسيج، كفاكم أن تعبثوا بدماء أهلكم السوريين مع الاحتلال العثماني.